كنظموا هذه الندوه اليوم بمناسبه اليوم العالمي للصحه النفسيه اللي كيتصادف من 10 اكتوبر من كل عام. وقفه مناسبه فرصه للحديث عن الصحه النفسيه وكل المتغيرات ديالها الاساسيه. كما كتعرفوا ان كاين الصحه العقليه هي الاساس، وكذلك الصحه النفسيه من حيث سلامه من اضطرابات نفسيه، وكذلك جوده الحياه. هاد ثلاثه المتغيرات هما اللي كيحددوا لنا الصحه النفسيه. المشاكل الاساسيه اللي معروفين في الصحه النفسيه هي كباقي القطاعات ديال الصحه، عدد الاطباء، عدد الاخصائيين، الاطر، الاسره، الاماكن ديال الاستشفاء، العلاج ديال الظواهر الخاصه بحال الادمان، بحال تكفل بضحايا العنف. بحال هاد المؤسسات الخاصه اللي كتوجه لهاد الفئات هي محدوده وغائبه، وكاين بعض المؤسسات ولكن ما كتعديش الخدمات كما ينبغي. هذا فيما يخص الاشكالات ديال الصحه النفسيه. عدد المرضى النفسانيين كما هو معروف في العالم نسبه الانتشار ديالهم على حسب المرض. كاين الاضطراب اللي عنده مثلا 1.5% بحال الاكتئاب، كاين امراض ديال الامراض العقليه اللي عندهم اعتقد اقل من 1%، وهي نفسها بالنسبه للمغرب وبالنسبه حتى لجميع دول العالم نسبه الانتشار ديال هذه الاضطرابات هي نفسها. وكاينين بعض الاضطرابات اللي في الزياده، مثلا بحال التوحد عند الاطفال، التاخر الذهني، هذه في زياده نظرا للتاثير ديال الظروف المناخيه. اما بالنسبه للاضطرابات الاخرى فهي في حالها بحال المغرب بحال جميع الدول. الاكتئاب تقدر تفوق مثلا 360 الف مثلا مصاب الى حسبنا 1.5% بحالو بحال جميع الاضطرابات الاخرين. وهذا كيزيدوا يعني التكفل به بالمقارنه مع السنوات الماضيه اكيد انه اصبح افضل. إذا هاد الندوة كتنظم بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية اللي كيخلدوا العالم يوم 10 أكتوبر، والهدف ديال المنظمة المغربية للوحدة الوطنية في تنظيم هاد الندوة هذا هو يعني إغناء النقاش بخصوص الموضوع ديال الصحة النفسية في المغرب والمقاربة ديال الدولة، يعني واش نجحت الدولة. نديروا واحد النوع ديال التقييم لمقاربة الدولة في هذا الموضوع هذا، على امل يعني اننا في ختام الندوه بعد النقاشات ديال الدكاتره والخبراء والمسؤولين اللي حاضرين معنا اننا نرفعوا توصيات، على امل انه نتمكنوا في نهايه هذه الندوه من نساهموا ولو بشكل بسيط في يعني في تجويد الخدمات المقدمه للمرضى، وايضا تجويد العمل ديال المهنيين وتحسين الظروف ديال الشغل ديالهم في المجال.